سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين عصيانك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، فمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن روعنا إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، وجاءت القيامة وأهوالها، وأذهلت المراضع أطفالها، ووضعت الحوامل أحمالها، وجيء يومئذ بجهنم، فارحمنا اللهم يومها، وأمن رعبنا، وسكن خوفنا، ولا تخذلنا يومها، يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين، واجعلنا ممن ياخذ كتابه باليمين، واجعلنا ممن ياخذ كتابه باليمين ويحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم واجعلنا من أهل الجنات يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، وثبتنا عند خروج الروح، وعند الممات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من الناس أجمعين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضى الناس أجمعين، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن الشيطان خلق من خلقك، يرانا من حيث لا نراه، وأنت تراه من حيث لا يراك. اللهم إنك تقدر على أمره كله،
وهو لا يقدر من أمرك على شيء اللهم إن أرادنا بكيد فكده وإن أرادنا بسوء فاردده واجعل تدبيره وبالا عليه يا رب العالمين اللهم أعذنا من شر الجنة والناس واصرف عنا كل بلية أو باس يا رب العالمين إلهنا وخالقنا ورازقنا إليك مددنا أكفنا وإليك رفعنا أيدينا فتقبل توبتنا ولا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين يا رب العالمين اللهم اسمع أصواتنا وغزر أمطارنا وأرخص أسعارنا ولا تردنا خائبين يا رب العالمين اللهم ها نحن نرفع إليك أكف الضراعة فاغفر لنا إذا أمسينا واغفر لنا إذا أضحينا واغفر لنا إذا أصبحنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا ربنا اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر ربنا اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر يا رب العالمين اللهم ارزقنا البر بالوالدين اللهم ارزقنا البر بالوالدين اللهم ارزقنا البر بالوالدين ومن توفي والداه فجدد عليهما الرحمات في هذه الساعة يا رب العالمين اللهم إنا أمسينا ونحن نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع على الهدى شؤوننا ولا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين يا رب العالمين اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراعة فتقبل دعاءنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان يا رب العالمين يا عفو يا كريم نسألك اللهم ألا تحرمنا يوم العرض عليك من النظر إلى وجهك الكريم ولا تحرمنا من الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع الفتن عن بلاد المسلمين اللهم ارفع الفتن والشرور عن بلاد المسلمين اللهم ارفع الفتن والشرور عن بلاد المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين واجعلهم قوة على من سواهم يا رب العالمين
اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، واجعلهم قوة على من سواهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الله.